أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل نحو 33 مسلحا من تنظيم داعش في اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية، فيما تم إحباط هجوم للتنظيم بسيارات مفخخة خلال اشتباكات في محيط المستشفى الوطني وحديقة الرشيد في مركز مدينة الرقة. من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على مقر كتيبة عسكرية ومحطة قطار. أكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية الأربعاء انطلاق المشاورات على مستوى الخبراء قبيل الجولة السادسة من مفاوضات أستانا الخاصة بتثبيت الهدنة في سوريا وإقامة مناطق خفض التصعيد. وانطلقت تلك المشاورات التقنية باجتماع مشترك ضم مندوبي روسيا وتركيا وإيران بصفتها الدول الضامنة للهدنة في سوريا. أعلن الجيش المصري اليوم أنه أحبط هجوما إرهابيا في محافظة شمال سيناء، مشيرا إلى مقتل 5 مسلحين واثنين من جنوده خلال الاشتباكات التي صاحبت محاولة الهجوم. وقال المتحدث العسكري المصري إن أحد الإرهابيين استغل وجود ضباب في الجو وقام بمحاولة اقتحام أحد الارتكازات الأمنية للقوات المسلحة مرتديا حزاما نسفا، ولكن تم القضاء عليه. قتل 3 أشخاص على الأقل بينهم شرطي وأصيب 5 آخرون بجروح حين فجر انتحاري عبوته الناسفة قرب ملعب للكريكت في كابول، كما أعلنت الشرطة الأفغانية. ولم يصدر إعلان للمسؤولية عن الهجوم ولم ترد تفاصيل عن اللاعبين. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سلطات ميانمار يوم الأربعاء بتعليق العمل العسكري وإنهاء العنف ضد مسلمي الروهينجا. وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي أن الأزمة تزعزع استقرار المنطقة وأن الوضع الإنساني كارثي، ودعا جميع الدول إلى تقديم المساعدات. ذكر تقرير نشره موقع The Daily Beast أن خاصية التعرف على الوجه والتي طرحت على هاتف آيفون إكس الجديد قد تكون جسرا جديدا لانعدام الأمن عند استخدام المستهلك لتطبيقات هاتفه الذكي، ومنها على سبيل المثال التطبيقات المصرفية عبر الإنترنت وكذلك الخدمات الأخرى التي تتطلب الاتصال عبر الإنترنت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.